كونيتشيوا منا، اتمنى ان تكون باتم الصحه والعافيه. واليوم رجعت لكم بمقطع جديد يلي رح نتحدث فيه اليوم عن انواع الاوتاكو مع التعريف. المهم وبدون مقدمات طويله يلا بينا. الآن لنبدأ الترتيب وركز جيدا على التعريف الذي سأقوله لكل نوع أوتاكو. والنوع الأول هو الأوتاكو المغامر. هذا الأوتاكو يكون محب للأنميات القتالية والأكشن والأمور الحماسية والمغامرات الخطيرة جدا، وعادة يكون معجب بالأنمي الزبالة والمعفن وان بيس. وهذه الأنميات التي سأذكرها ليست أنميات معفنة بل أسطورية مثل هانتر إكس هانتر وناروتو وغيرها من الأنميات الأخرى، ولبعض منهم يكون من محبي دراغون بول وبليتش و غيرها من الأنميات التي تشبه دراغون بول. وهذا اللقب بتاع الأوتاكو المغامر يمنع على الأغلب للأوتاكو المبتدئين بين قوسين الضعفاء، ولكن ليس جميعهم، فالبعض له خبرة في الأنميات ولكن محب لهذا التصنيف أكثر من البقية. والنوع الثاني هو الأوتاكو الرومانسي، بين قوسين الأوتاكو الخروف أو الحلاب. أنتم تعرفون معنى الخروف أو الحلاب. المهم هذا اللقب يمنح لمحبين الأنميات الرومانسية، وفي العادة يمنح هذا اللقب كثيرا للفتيات، ولكن يوجد أيضا كثير من الفتيان يحبون هذا التصنيف وهم مشكوكين في أمرهم. نعم، من يحب هذا التصنيف مشكوك في أمره. وهذا التصنيف لا يتوفر للمبتدئين عادة، في الأغلبية من يحب هذا التصنيف هم الفتيات وليس الفتيان. يعني قد تكون النسبة قليلة من الفتيان يحبون هذا التصنيف، وكما قلت لكم هم مشكوكين في أمرهم من يحبوا هذا التصنيف. والنوع الثالث هو الأوتاكو المرعب. هذا اللقب يمنح للمحبين الأنميات الدموية أو الأنميات التي تكون فيها جرائم وقتالات يعني وغيرها من الأشياء، وعادة يكون هذا اللقب لمحبين أنمي طوكيو غول أو أنمي الطفيليات. من شاهد أنمي الطفيليات وطوكيو غول سوف يعرف على ماذا أتحدث، وغيرها من الأنميات الدموية والمرعبة الأخرى. وهذا اللقب بتاع الأوتاكو المرعب يكون للفتيان غالبا، ولكن يوجد أيضا فتيات محبين لهذا النوع من الأنميات يعني الرعب والدموية وغيرها من الأشياء، وأنا أشهد على هذا. والنوع الرابع هو الأوتاكو الغامض. هذا اللقب يمنح للأوتاكو لمحبين الأنميات الغموض والبوليسية مثل أمور التحقيق أو أشياء كهذه. وهذا اللقب بتاع الغموض لا يمنح للأغلبية، ولكن إذا كنت من النوع فعلى الأغلب ستكون من محبي الألغاز والأمور تخص الثقافة والذكاء. وهذا النوع دائما تجده يكرر مشاهدة الأنميات بتاع الذكاء والغموض وغيرها. والنوع الخامس هو الأوتاكو المنحرف. هذا النوع هدفه هو مشاهدة الأنميات المنحرفة مثل هيكس كول دي إكس دي وبريزن سكول وتولو فري وهيكس كول أوف ديد وغيرها من الأنميات الإيتي، وأغلبية الأوتاكو يشاهدوهم. الله يهديكم يا شباب، الله يهديكم، اتقوا الله، اتقوا الله يلعن جدكم كمان. والنوع السادس هو الأوتاكو الطفولي. هذا النوع فقط يعرف الأنميات المدبلجة التي تكون على سبيس تون، وتكون عنده أنميات مفضلة له كثير وهي بي باتل وإنزوما 11 يعني أبطال الكرة وغيرها من الأنميات التي شاهدناها عندما كنا صغار. أنتم تعرفونها، عندما كنا صغار كنا نشاهد أنميات كثيرة جدا، يعني لم نكن نعرف حتى ما هي الأنميات. والنوع السابع هو الأوتاكو المتباهي. هذا النوع يشاهد الأنميات فقط كي يتباهى بعدد الأنميات والحلقات التي شاهدها. هذا الأوتاكو لا علاقة له بالأنمي وهو ليس منا، إذا وجدتموه على طول افرشوه وانتهى الموضوع خلاص. والنوع الثامن هو الأوتاكو الطائع، وهو دائما ما ينسى رقم آخر حلقة شاهدها. يعني لن أقول أي شيء آخر عنه سوى أنه يشبه شخصية أعرفه كثيرا وهو زور الكلب. نعم يشبهه كثيرا، يشبهه زور المعفن خلاص. والنوع التاسع هو الأوتاكو الخطير. وهذا النوع تجده دائما ما يقرأ كل أنواع المانجا والمانهوات، ومهمته الوحيدة هي الحرق، الحرق ثم الحرق. هذا النوع لا تضربوه، إذا وجدتموه على طول اقتلوا أمه وارموا جثته في البحر أو مثلة بيرمودا، المهم خلصونا من جده، لأنكم كما تعرفون كل شخص يحرق علينا أكرهه، والله أكرهه كل شخص، لست أنا فقط أكرهه، الكل الأغلبية يعني يكره الشخص الذي يحرق. والنوع العاشر والأخير هو الأوتاكو المتواضع. هذا النوع هو أفضل نوع من أنواع الأوتاكو، تجده يشاهد الأنمي فقط للاستمتاع
ولا يقارن بين الأنميات أو الشخصيات. يا ريت كل الأوتاكو مثله، يا ريت، تمنيت لو كانوا جميع الأوتاكو يعني كانوا مثل هذا النوع. والله إذا كنت، المهم إذا كنت من هذا النوع أخبرني تحت في التعليقات، وأراكم في مقطع جديد إن شاء الله، ومع السلامة، سايونارا منا. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again.